السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم راح نبلش وياكم ببلاي ليست جديد راح نتناول به موضوع شهير جدا ومهم جدا ضمن موضوع أو مواضيع الهيدرولوجي وموضوع واسع الانتشار واتجاهات العالم الحديث أغلبها عليه، وخاصة اللي متجه باتجاه الهيدرولوجي أو anything سامع عن الكلايمت تشينج التغير المناخي. إن شاء الله إحنا بهالي بلاي ليست راح نتناول هذا الموضوع بكل تفاصيله، ماذا يعني الكلايمت تشينج، شلون إنه أنا أخذ تأثير الكلايمت تشينج علي، تأثير انبعاث الغازات الدفينة، كمودي المتوفر، شلون تجين الانسرتينتي من عنده، شلون أني أقدر أولد بيانات مستقبلية بالاعتماد على البيانات التاريخية، شنو هي أنواع البرامج اللي أولد بيها وذر جنريتر. راح نتناول هذا الموضوع تقريبا بشكل أعم جدا، كم موضوع عندي، كم برنامج، شنو معنى الموديل مال لارس، شنو معنى موديل الكلايمت مودلنج أو كلايمت تشينج مودلنج الهيدرولوجيك سيستم، يعني كل هاي الأمور راح نتناولها إن شاء الله بالتفصيل، والمولد جنريتر وشلون يأثر وغيرها إن شاء الله، لأن موضوع الكلايمت تشينج صراحة موضوع جدا مهم. زين الكلايمت تشينج على شنو يشتغل؟ أكو فد منظمة خاصة توصي بمقدار يعني التغير المناخي، مقدار انبعاثات الغازات الدفينة اللي هي اسمها الانتر جوفرمنت بانل اوف كلايمت تشينج، اختصارها IPCC. الحد آخر تقرير أصدرته بال2022 اللي هو التقرير السادس، تقريبا كل فترة ينزل تقرير بيها. يا برنامج نشتغله إن شاء الله كل هاي المحاضرات وهذه الأمور وهذه التفاصيل راح نتناولها ضمن هذا البلاي ليست اللي ضمن قناة اليوتيوب. إن شاء الله اليوم راح أعلمكم محاضرة أولية، أريدكم هذا البرنامج تستخدمونه. إحنا عندنا عديد من الموديلات، كل شوية موديلات نستخدمها حتى أولد بيانات مستقبلية بالاعتماد على البيانات التاريخية، وأخذ بنظر الاعتبار كل التغييرات اللي تصير بسبب التغير المناخي. إن شاء الله راح نتناولها بمحاضرات اللاحقة. نجي على شغلة، عندي كم برنامج؟ أشهر البرامج عندي اللي حاليا راح أذكركم إياها، وبالمستقبل إن شاء الله على الفيديوهات القديمة، على الفيديوهات اللي ضمن هذا البيلس راح أتناول لكم البقية. هو برنامج الكلايمت مودلنج هيدرولوجي، أو إحنا نسميه كلايمت تشينج أوف هيدرولوجيك مودلنج. هذا اختصاره، هاي اختصارها كلايمت مودلنج هيدرولوجي، هاي مأخوذة من كلمة هيدرولوجي. هذا البرنامج تلقاه ضمن دفعة سوات، وين تدخل على سوات حتى تنزله مباشرة من تدخل على سوات تلقى هذا الاختصار. وبكل الأحوال أنا راح أترك لك اللينك مالته بصندوق الوصف، تمام عيني. هذا البرنامج بعد ما تدخل عليه من هذه الأوبشن اللي هو الأصل، هذا الأوبشن مالته هسه إذا أروح أقول له أوبن نيو راح يفتح لك إياه، يرجعك للأصل اللي موجود هو بي تلقائيا. لاحظ هسه هنا هذا البرنامج عندك كليرنس وات، وهاي امور سوات خاصه بي 2023، تقول له انه حمل لي انت البرنامج سوات، تمام عيني. بس تقول له داونلود سوات، فراح يصيك ابديت اليه، تقدر تتحمل الداونلود او تسوي يعني داونلود البرنامج سوات اكو يا بعض الامور، او تقدر منه عن طريق السوفت وير مباشرة. ما تدخل على السوفت وير راح يطلع لك اللي هو كلايمت تشينج هيدرولوجيك مودلنج CMHYD. هذا برنامج جدا مهم وحلو، وراح ان شاء الله راح نتناوله على المحاضرات القادمة. اللينك هذا قلت لكم مثل ما علمتكم شلون نزلنا برنامج سوات من موقع الاصل تلقونه، او تلقائيا راح اترك لكم اني اللينك الاصلي اللي تحمله من عنده اللي هو هذا الرابط السيرفر، اترك لك اياه في صندوق الوصف. من تدخل عليه راح يطلع لك 3 اوبشنات، تحمل برنامج التنصيب الانستليتر، تمام عيني. تقول له هذا تلقائيا مجرد ما تضغط عليه، وتحمل المانوال اللي راح يشتغل عليه، هذا المانوال مالته، تمام عيني. هذا المانوال يتحمل بهذا الشكل، راح يحكي لك عن النبذه عن البرنامج وين يستخدم، راح يعطيك اكزامبل بالتفصيل عليه ان شاء الله، وراح نتناول احنا بشكل تفصيلي بالمحاضرات القادمه. وعندك الاكزامبل داتا شلون تتحضر البيانات للبرنامج حتى يستخدمها، تمام عيني. لاحظ سو بري حمل هناي، وكذلك السي ام انستليتر تحمل اللي هي، تمام عيني، راح يحمل لك اياها ايضا، وكذلك المانوال. ان نتحمل من عنده 3 ملفات، هاي الـ3 ملفات تلقائيا نقدر احنا نستخدمهن
بالمحاضرات القادمة وشلون يصير الحل اللي خاص بهم. بهذه المحاضرة بس مجرد لتعلمكم شلون انت تنصب او تنزل برنامج اللي هو Climate Modeling Hydrology او Climate Change Modeling of Hydrology، وكذلك المانوال اللي خاص به راح ينفعكم جدا، يعني صراحة يفيدنا بالخطوات القادمة ويعلمك على البروسيسنج اللي انت تدريها، انه تسوي كوركشن بيزا كورليشن، وهاي الامور راح نتناولها ان شاء الله على المحاضرة القادمة بإذن الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن عملية التنصيب بالنسبة للبرنامج تقدرون تراسلونا على القناة، هاي تلقائية هنا، بس مجرد ننتظر أنه ينزل البيانات هنا وكذلك البرنامج. وطريقة تنصيبه جدا سهلة، تقول لي انستل طبيعي جدا، أنا راح أسوي لك إياها محاضرة واحدة شلون تنصب البرنامج. تمام عيني، هسه لحد الآن هاو تو داونلود، لاحظ هسه السي ام اشواي دي انستليتر راح ينزل لك إياها، والاكزامبل ديتا ينزل لك اياها، وهذا هو المانوال. تمام عيني، تقدر تسوي لك فولدر خاص بهن، تسوي سي ام اتش واي دي تخزنهم بيه بسهوله. هسه انا لاحظ هنا راح اسوي فولدر اسمي واخزن ذول الثلاثتهم بعد ما يتحملون بي ضمن الدي، راح اسوي هنا فولدر اسمي نيو سي ام اتش واي دي. هسه كل الامور اللي يعني كلا بروجرام او سوفت وير. تمام عيني، فهسه تقدر انت تلقائيا تكملهن بهذه الصيغه. الملفات اللي حملتهن ثلاثتين اللي هو هذا الملف الخاص بالانستليتر والاكزامبل داتا والمانوال تحملهم بيصير بفولدر خاص. هسه عرفنا منين ندخل البرنامج وشلون نسوي داونلود، شلون ننصب البرنامج، وشلون نستخدم البيانات. ان شاء الله راح ناخذها بالمحاضرات القادمه. لحد الان ضمن اللي شرحناه، اذا احد واجه سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله، ونحاول نجاوبكم. نلتقي بكم بالمحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.